بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي الخاصة بتربية الحسون. إذا كانت أول زيارة لك في قناتي، أتمنى المشاركة فيها لتستفيد من مواضيعنا إن شاء الله. أصدقائي، أشكر كل من شجعني في الفيديو السابق، وهذا يعتبر تحفيز بالنسبة لي للعمل والاجتهاد أكثر وتقديم الأفضل بإذن الله تعالى. إذن هذا الموضوع أيضا يخص إناث الحسون ولا يقل أهمية عن الفيديو السابق، لكن نبقى دائما مع أسهل طريقة لإنتاج الحسون. وفي هذا الفيديو سنتحدث أيضا عن المكان المناسب لنجاح التزاوج والإنتاج، وكيف ذلك، وكيف نقوم بالعناية بالأنثى حتى نصل إلى هذا إلى هذه النقطة. إذن أنثى الحسون تبقى الأصعب لنجاح الإنتاج، لكن إذا عملنا بهذه الخطوات التي أعمل بها كل موسم فستنجح بكل بساطة بإذن الله تعالى. فقد لاحظت أغلب المربيين يهتمون بالذكور أكثر من الإناث، فهذا خطأ فادح. أصدقائي الكرام، الأنثى سنتعامل معها كالذكر، بحيث نقوم بالمساواة بينهما في أبسط الأشياء: غذاء، تشميس، إخراجهم إلى الطبيعة، إلى غير ذلك. ولأوضح أكثر، ربيها كما تربي الذكور، هذا سيسهل عليك أشياء كثيرة في موسم الإنتاج. لماذا؟ لأننا ربينا الأنثى بشكل صحيح، فستكون تربيتنا كلها ستكون صحيحة. فالأنثى أصبحت لا تخاف أبدا، الأنثى أصبحت معتادة على أماكن مختلفة، الأنثى ستصبح أكثر استقرارا في القفص، الأنثى أصبحت لا تهاب أي شخص يقترب منها في المنزل. إذن أنا لا أنصحك بترك الإناث في مكان واحد، فهذا أعتبره جزء من فشل إنتاج الحسون. بالعكس أصدقائي، حاول أن تعمل بهذه الطريقة التي أشرحها لكم، والتزاوج يكون أينما شئت، في الغرفة، في الصالون، أينما شئت، لأن الأنثى مستقرة في أماكن مختلفة، وعملية التلقيح أيضا ستتم أينما شئت أنت، لأنك ربيت كل من الذكر والأنثى بنفس الطريقة، وهذا شيء إيجابي جدا. وهذه الأشياء لا تتطلب مجهود كبير ولا أي فلسفة في المواضيع، فأبسط الأشياء ستنجح بها بإذن الله تعالى. وهذا الفيديو الذي أمامكم كدليل فقط على ما نقول. وإضافة إلى ذلك، إذا ربيت الإناث بهذا الشكل فستكون حاضنة وتطعم الفراخ، لأنها كما قلت لكم مستقرة على أحسن استقرار، فلا شيء يزعجها ولا شيء يعيقها على غريزتها كأنثى كل موسم التفريق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا أصدقائي دائما ما أفضل الهواء الطلق في التزاوج، كما ستلاحظون بعد حين. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. هذه الطريقة أصدقائي صراحة أراها مناسبة وبسيطة، ولا تحتاج إلى أي مجهود، يعني لا تتعب أبدا في موسم التفريخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن أصدقائي، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب للفيديو تشجيعا لنا لكي نستمر في المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.